توحشتكم توحشتكم. سلام البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اللي غادي نهضر فيه بكل صراحة، وغادي نقول لكم القرار النهائي اللي اتخذته، و اصلا غادي يكون القرار باين واضح جدا قبل ما نهضر. فاول حاجة اللي نبغي نقول لكم هي شكرا 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 بزاف، قد ما شكرتكم ما قليله في حقكم. شكرا بزاف بزاف للناس اللي كانوا معايا، شكرا بزاف للناس اللي وقفوا معايا، اللي ساندوني، اللي خلاو لي كلمات زوينين، اللي هضروا معايا مباشره، اللي بقاو كيسوني الى اخره. شكرا بزاف لكم، شكرا. يعني ما خلو ما داروا باش يوصلوا لي الميساج، باش يتاكدوا اني انا قريت داكشي اللي كيقولوا. فشوفوا البنات، انا قريت كل شيء وشفت كل شيء، وكانت تنقول لكم بالنسبه لي تجربه زوينه وفتره زوينه، لانني عرفت فيها بكل معنى الكلمه شكون معايا وشكون اللي ضدي، شكون اللي سول فيا، شكون اللي قال فلانه مالك. يعني راه باين كلشي في وجهي، التعب باين. فشكون اللي قال فلانه مالك، شنو وقع لك، علاش غتحبسي، كذا 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 الى اخره. فشكرا بزاف بزاف لكم. نقطه واحده اخرى اللي بغيت نقول لكم هي بغيت نوصل لكم واحد المساج، اللي هو انا قريت لي كومونتير كاملين ديال الفيديو اللي حطيت، ديال انني قررت يعني فكرت اني نحبس. قريت لي كومونتير كلهم، لي كومونتير في اليوتيوب، لي كومونتير في الانستغرام، كلشي كيصيفط كلشي كيصيفط. فاش كنهضر على كلشي ديما من دابا فصاعدا للفوق، غادي نبقى نهضر غير على الناس الزوينين، لان الانسان اللي كيشوف البيض والانسان اللي هو زوين فكيشوف الحوايج الزوينين. شكرا بزاف لكم، تفاعلتوا معايا، دعمتوني اكثر، عطيتوني طاقه ايجابيه اكثر. انا ديما تنجيو نعطيكم طاقه ايجابيه، وهذه المره كنت محتاجه انكم نتوما اللي تعطيوها لي ماشي انا. ففريمون كانت كان احساس زوين، فرحت بزاف بزاف بزاف. واش عارفين شنو هو المعنى ديال انسان؟ انا بالنسبه ليا كنعتبر راسي انسانه عاديه، ما عمري جيت وطاولت عليكم ولا قلت لكم انا فلانه ولا انا حيت انا معروفه ولا حيت انا هادي، ابدا. ف ديما تنعتبر راسي انسانه عاديه. وتخيلوا فاش شفت داك الناس اللي تيبغيوني، جاتني فشي شكل. يعني الناس ما كيعرفوكش، كيشوفوك هيف كاميرا، يعني بين وبينهم غير مواقع التواصل لا اكثر ولا اقل. واخا هكاك كيبغيوني بدون مقابل. يعني واحد الحب شفت بزاف. تخيلوا راه انا الا جيت دابا حاليا نوريكم، يعني راه اصلا ما يحتاج انني عاد نوريكم السكرين ولا نوريكم الفيديو ديال الناس اللي كيهضروا معايا ولا، راه كلشي كاين في الفيديو اللي حطيت، كلشي كاين في الانستغرام، كلشي كاين في لي كومونتير، كلشي واجد، كلشي كاين. فريمون كانت حاجه زوينه وفرحت بزاف، لان ناس كيبغيوني بدون مقابل ومستعدين انهم يجيو حتى لعندي باش يهضروا معايا. هذه كانت زوينه بالنسبه ليا. الناس كيصيفطوا لي فيديوهات كيقولوا لي شوفي راه احنا متابعينك، الوالده ديالنا متابعاك، وزعما ما تمشيش، ما كاينش علاش تمشي، ولفناك وهدي وهدي وهدي. فشكرا بزاف 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 لكم. شكرا ايضا للناس اللي قالوا لي صفاء، واش من بعد ما بديتي كتحققي الاهداف ديالك غتمشي بهذه السهوله؟ انت اللي كنتي كتقولي لنا ما تسمحوش في اهدافكم هي الاولى، وصلوا لها هذه هذه هذه. فشكرا بزاف لكم، هذه كانت اهم حاجه بالنسبه ليا واحسن ميساجات كنت كنتوصل بهم. فشكرا بزاف لكم. نقطه واحده اخرى اللي هي شوفوا انا راه كنبقى انسان، كنبقى بشر، شحال ما عطيتكم ديال الطاقه ايجابيه، شحال ما قلت لكم هادي وهادي وهادي، راه كنبقى انا انسان، كنبقى بشر. يعني كنتضرر، كنجمع في خاطري، ما كنهضرش غير على السوشيال ميديا، على لونطوراج ديالي كامل. انا من قبل عندي مشاكل، يعني راه ماشي غير ديما الضحك، ديما هادي ديما هادي، راه انسان كنبقى انايا. فديما عودت نفسي انني كنقول لكم الحقيقه، كنوريكم الحقيقه. ما يعني
ما كان كذبش عليكم، ما كان زوقش ليكم، ما كذا ما كذا ما كذا. فداكشي علاش قررت انني تو انا في هاد الحاله بحال هكذا، او في هاد الظروف بحال هكذا، بغيت نشاركها معكم، بغيتكم تشوفوني وانا هكا، ماشي ديما الضحك، ديما النشاط، ديما هادي ديما هادي، ولكن بالضبط انا في هاد الفتره هادي كنت محتاجه انكم نتوما اللي تعطوني طاقه ايجابيه ماشي انا. وصراحه كنت فرحانه بزاف بزاف لدرجه بكيت يعني. الناس شافوا داكشي في انستغرام ديالي، اللي متابعني في انستغرام صفاء بيوتي اوفيسيال، راهم شافوا كل شيء. شنو نقول لكم، راه احساس زوين فاش كتلقى الناس ما تعرفوكش عن قرب ولكن تيبغيوك، فما ما بالك الا عرفوك عن قرب وتلاقاو بيك وهادي وهادي وهادي. راه الصراحه احساس زوين بزاف ما يمكنش نوصفه لكم انايا. نقطه واحده اخرى هي انا قلت لكم هاد الفتره هادي كتخليك تعرفي شكون اللي معاك، شكون اللي كينافقك، شكون اللي ضدك، شكون اللي ما حملكش، شكون اللي ديما متابعك، شكون وشكون وشكون. ما كنهضرش غير على المتابعين ديالي، لا كنهضر حتى على الناس اللي تنقولوا صداقه اونتر بارونتيز، ما كاين لا صداقه لا والو. يعني فاش كنقول صداقه كنهضر على صداقه عمل، يعني ناس كيشوفوك هكا في هاد هكا يعني في هاد الفتره، وكتقولي غادي نسد قناتي، غادي نمشي بحالاتي، غادي نهدي غادي نهدي، ما حركتهم حتى شي حاجه. شافوا لي ستوري وشافوا كل شيء وما حركتهم حتى شي حاجه، ولكن فوقت انهم يحتاجوك، وفوقت انهم يبغيوك في شي حاجه، كتولي حبيبه وكبيده وكل شيء، فهمتوا؟ فهنا هذه هي اهم حاجه في كل شيء، هي انك تعرفي شكون اللي معاك وشكون اللي ماشي معاك. فانا بصفتي صفاء اللي كنقول لكم ما كايناش بيوتي، كاين انا صفاء اختكم، كنقول لكم ديروا بحال هكا، جلسي بوحديتك وفكري بوحديتك واعتزلي على العالم كامل، وجلسي بوحدك انت وراسك، وشوفي شكون، ما تهضري مع حتى شي واحد، شوفي شكون هادي يقدر يسول فيك، شكون غيقدر يتشوش عليك، شكون هادي يقدر يهدر معاك، شكون غادي يقدر يقول لك ديك الطريق اللي غدا فيها خطأ ولا صحيحه الى اخره. فحاولي ما امكن تجلسي بوحديتك وديري هادشي وانت غادي تشوفي فريمون داكشي كيصدم يعني. باش انك تشوفي ناس قراب ليك ما سوقوش للموضوع، ما همهمش الموضوع، يعني تي عادي كي بقيتي كي مشيتي كي هادي كي هادي، يعني هما كانوا كيتسناو الفرصه انت ديك الانسانه تحيد تخوي الساحه تمشي علينا، فهمتوا؟ علاش ما عرفتش يعني هكاك. ولكن داكشي كامل ما همنيش، واللي كان همني هو ان الناس اللي بغوني، الناس اللي كيقولوا صفاء عافاك ما تمشيش، انت يعني بحال ختنا وانت ما عندكش خوتك، حنا خواتاتك، وهادي 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 وهادي. فشكرا بزاف، راه شنو نقول لكم، راه الداخل ديالي ما تيعلم به حتى شي واحد. راه انا ديما تنجي معكم تنضحك، تنجي فرحانه، تنجي نشطه، ولكن داخليا راه ربي اللي علم بيا. شنو نقول لكم، عندي ظروف، عندي حياتي انا، راه كاينه انا في الموضوع، ما كاينش هذيك البنت اللي كتشوفوها نتوما في السوشيال ميديا سلام بناتك لقيتو على باسل، لا راه كاين واحد الانسانه مخبيه لداخل، راه الا جيت نهضر ونعاود ونعبر مشكله غادي تكون. راه شنو نقول لكم، من الاحسن نخلي داكشي داخلي، ما كاينش لما تقولي وما عندكش لاش تقولي اصلا، كاين شي حوايج اللي واخا غادي تقوليهم ما غادي يكون حتى شي فرق، فكيبقاو هكاك نفس الالم ديالهم، تيبقى هو هذاك نفس كيبقى داكشي هو هذاك، ما تيتحيدش. فهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم انايا، ما كنحاول زعما انني نكون قريبه لكم اكثر، كنحاول انني هكا نعاود لكم اولا نقول لكم شنو الحوايج اللي عندي، الحوايج اللي كيضايقوني هذه هذه، ولكن في نفس الوقت ما تنبغيش نبارطاجي معكم هذيك الطاقه السلبيه اللي غادي غادي تبكيكم اولا، لا ما كنبغيش. كاين الحاجه اللي نبغي نقول لكم، قبل ما تقولوا شي كلمه خايبه لشي انسان، قبل ما تسبوه، قبل ما تعيروه، قبل ما هادي حاولوا تفكروا شويه. هذاك راه تيبقى انسان اللي كتهضر معاه، اللي كتدخل تسبوه، اللي كتدخل تيبقى انسان،
راه شحال ما شحال ما تمادى داك الانسان وما سوقش وهذا كان راه كضرو، راه كيبقى بشر من التالي. انا انسان راه ماشي روبو، ماشي روبو ما هاديش نتسوق وهادي وهادي، راه لا راه ضروري يعني الداخل ديالي كيعيا، فهمتو؟ هادشي علاش انا احتاجيت لواحد الفتره ديال انني نحبس، تلفت ما عرفتش شنو ندير. اي واحد فينا كيقدر يمر من هاد التجربه هادي، ولكن الحاجه الزوينه هي انك تلقاي ناس معاك، والحاجه الخايبه الا وقعت لك هي انك ما تلقاي حتى شي واحد معاك. عيتي ما عيتيش هما ما كيهمهمش، ولكن نهار يبغيوك غادي يقلبوا عليك، فهمتوا؟ ف تنقول لكم شكرا بزاف للناس اللي وقفوا معايا، شكرا بزاف للناس اللي دعموني وخلاو لي كلمه زوينه و هكا هضره زوينه اللي فريمون كتكون خارجه من القلب وكتوصل للقلب نيشان، ماشي ما كتحسيش بها نفاق او كذوب او هادي او هادي، فبالعكس هضره اللي جايه من القلب. بصراحه انا ارتحيت بزاف هاد اليامات هادي اللي انا جلست فيها مع راسي، بعدت على كل شيء، ما بوستيت والو لا في يوتيوب لا في انستغرام، بعدت على كل شيء وحاولت اني نفكر ونرد نرد نرد بزاف د الحوايج في حياتي. وشكرا بزاف لكم لمساجاتكم نصائحكم، شكرا بزاف. ونحاول نقول لكم واحد الحاجه، لانني قررت انني نبدل واحد شويه نموتيفيو شويه القناه ديالنا، لان هذه القناه هذه ماشي غير ديالي انا، القناه ديالنا بجوج، فانا كنحاول نونسكم نهضر معكم نضحك معكم نشارك معكم نهاري نشارك معكم حياتي، وايضا نشارك معكم طاقه ايجابيه وفاش كتكونوا عييتوا من شي حاجه وهذا كتجيو تشكيوا عليا كنجي انا كنصحكم. ايضا انا فاش كنكون عييت كنجي عندكم نتوما اول وحدين كنلجأ ليهم، يعني كنعاود لكم شنو كاين وكتوقفوا معايا. فهذه اول مره كنعيا فيها وكنحبس فيها وكنلقى الدعم من عندكم كبير بزاف. هذه اول مره يعني كنحتاجكم ولقيتكم الحمد لله، ماشي يعني كتحسي ان داكشي كامل اللي كديري راه ما كيمشيش خاوي، بالعكس الناس كيقولك حنا كنبغيوك صفاء، حنا كاينين معك صفاء، حنا هادي حنا هادي حنا هادي. فشكرا بزاف لكم. وش نقول لكم الناس اللي تيدخلوا تيقول لي مثلا في التصاور واخا كتصوري باين عندك شي حزن هكا داخلي، اولا واخا الفيديو ديالك كتباني هادي. فشكرا بزاف الناس اللي تيحسوا بدون ما نهضر انا بدون ما نعبر، كنشكركم بزاف بزاف. انا ما بغيتش نطول عليكم، لكن الحاجه اللي غادي نبغي نقول لكم انني غادي نرجع لكم ان شاء الله، وغادي نرجع بقوه، وغادي يكونوا دي بروجي جداد مع ما نحرقش المراحل. المهم غادي يكونوا دي بروجي جداد ان شاء الله. نقطه واحده اخرى اللي غادي نقول لكم هي غادي نحاول اني نبقى ندير لكم دي فلوغ، يعني نخرج ندور داكشي على الله، المهم وخفاس الا وقعت لي شي حاجه تنقول لكم تيكونوا عليكم نتوما. حاجه واحده اخرى اللي ما نقول لكم حلقي ما عرفت هاد الايام تمالو. المهم حاجه واحده اخرى اللي بغي نقول لكم هي ما عمركم تضعفوا، ما عمركم مثلا تضعفي وتخبي وتبقاي كيفاش نوصل لكم فكره، ما عمرك تكوني ضعيفه وتكوني مخبيها، بالعكس الا كان عندك شي انسان اللي كتثقي فيه، انسان اللي عارفه تيبغيك من قلبه، انسان اللي عارفه يبغي لك غير الخير، هو اول واحد لجئي ليه وعاودي ليه وخرجي كاع داك الطاقه الخايبه اللي عندك خرجيها كامله، وهو غادي يوقف معاك، هو غادي ينصحك، هو غادي يساندك، هو غادي كيفاش كيقولوا المهم ما غاديش يخليك في ديك الحاله اللي انت فيها. فهادشي اللي وقع لي انا ايضا غير حسيت براسي اني ماشي هي هذيك، جيت ليكم نتوما اول ناس وهدرت معاكم وبارطاجيت معاكم داكشي اللي كنحس به. فهادشي اللي كاين، شكرا بزاف للناس اللي كانوا معايا، ونصائح ديالكم غادي نسمع ليها، الاراء ديالكم غادي نقراهم، غادي نحاول انني نكون قريبه لكم اكثر وتعرفوني اكثر واكثر واكثر، وغادي نحاول ايضا انني نزيد نوع لكم في القناه. واخا انا في القناه كندير مكياج كندير فلوغ كندير طبخ كندير
يعني كل شيء لايف، كندير كل شيء، ولكن بغيت نزيد نكثر لكم. الاغلبيه كيدومونديو لي لي فلوغ، يعني خرجي دينا معاك وهادي وهادي وهادي، فغادي نحاول اني نبقى ندير هذا الشيء ايضا. ومن غير هذا الشيء كنبغيكم بزاف، شكرا بزاف لكم. حاولت ما امكن انني ما نبكيش في هذا الفيديو، لانني بكيت كفايه في الانستغرام وبكاو ناس معايا في الانستغرام، بكيتينا بكيتينا بكيتينا، ففريمون ما بغيت انا بكيت شي واحد. فقط بغيت نوصل لكم رساله ديال انه فاش كتحبسي تما كتعرفي شكون معاك وشكون ضدك وشكون ما كيحملكش. فاش كتحبسي تما كتولي ترتبي الافكار ديالك ودي حياتك. يعني ماشي عيب انك تحبسي، ماشي عيب انك تضعفي، لا بالعكس، اي واحد فينا كيحتاج لفتره من هاد الفترات هذه انه يجلس يفكر مع راسو، يشوف راسو شنو باغي، شنو غيقدر يدير، واش هادشي اللي غادي فيه مزيان ولا لا، شكون معاه شكون ماشي معاه. دونك راك انسان، ومن التالي كتكون محتاج هادشي. فهادشي اللي كاين الغزالات ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف ان شاء الله، نشوفكم الفيديو الجاي.